كلمة خطيرة كان بيقولها أحد السلف، كان بيقول: كل الناس هالكون إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، والإخلاص عزيز. لما تعرف إن الإخلاص عزيز وأنه لن ينجو غدا إلا المخلصون، يبقى الموضوع خطير ومحتاج ان انت تهتم بيه ومحتاج تتعلمه، لان من غير اخلاص مفيش حاجة ليها لازمة من اللي احنا بنعمله، لان من غير اخلاص عمر ما قلبك ما هيكون ابيض. لازم تتعلم الاخلاص وقبليه تتعلم النية. السلام عليكم. احد السلف كان يقول: النية بغير اخلاص رياء، والاخلاص بغير تحقق هباء. الإخلاص من غير تحقق، من غير ما يبقى حقيقة فعلا في قلبك، هباء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عشان كده قبل ما نتكلم على الإخلاص ووسيلة الإخلاص وإزاي نوصل له، لازم نفهم أصلا موضوع النية. إيه هو النية يعني؟ هل النية دي كلام بيتقال؟ لبعض الناس بيعتقد ان النية ان هو هيتكلم، فيقول مثلا: نويت اكل لله، نويت انام لله، نويت اصلي لله، ويعتقد ان هو كده نوى. وهذا كلام خاطئ، لان النية محلها القلب اولا، والنية هي عملية قلبية محضة. يعني صعب ان انت تقول بلسانك وهي مش في قلبك، مش هتيجي. لابد ان يكون النية هي انبعاث قلبي، كما يقولون هو انبعاث القلب. انبعاث القلب أو ميل النفس إلى ما فيه مصلحة لها في الآجل أو العاجل. فالنية هي عملية انبعاث في القلب، تجدها في قلبك، أنك أنت فعلا تجد في نفسك الرغبة فيما عند الله، الرغبة في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. لو أنت فعلا قلبك مش مليء يعني بالرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، هيكون موضوع النية صعب. يعني بمعنى هيكون أنت بتتكلفه قوي، وانت حاسس ان انت مش مصدق نفسك في الحقيقة. يبقى الحل في موضوع انك انت يسهل عليك استحضار النوايا الصالحة في الاعمال، يسهل عليك حضور الاخلاص في الاعمال، انك انت تعلق قلبك بالله، وان تكثر من يعني حب الله سبحانه وتعالى والتعلق بالدار الاخرة، وبالتالي هتجد الموضوع ده يحصل تلقائيا. بمعنى ان انت دلوقتي هتلاقي نفسك سهل لما تيجي تنام، تلاقي نفسك ناوي تلقائيا: ان انا نايم عشان اصلي الفجر، انا كده كده بصحى الفجر، او نايم عشان اقوم الليل. بقى سهل دلوقتي لما تبتسم في وجه العاصي، سهل تستحضر نية ان انت فعلا بتؤلف قلبه ومش بتضحك على نفسك. سهل انك انت فعلا وانت بتاكل حضور الدار الاخرة في ذهنك، حضور محبة الله في قلبك، هتخليك سهل وانت بتاكل فعلا فعلا نيتك انك بتاكل لله لكي تتقوى على طاعة الله. لان بعض الناس بيضحك على نفسه، يقول لك مثلا هو ياكل كتير مثلا، ويلاقيك شيخ كده وبتاع، فيقول لك: بص شيخ، انا باكل لله، انا باكل اتقوى على طاعة الله. كذاب. عارف ليه؟ لانه بعد ما اكل، اين الطاعة التي اكلت من اجلها؟ انما ترتب على هذا الاكل نوم وكسل ولعب ولهو. ولو كان صادقا لرأينا هذا العمل بعد ذلك. عشان كده قلت لك تعلق القلب بالله والدار الآخرة والحل. فعلا هتلاقي نفسك بتاكل، تاكلش كتير عشان ما تقلش، عشان انت فعلا في قيام، عشان في عبادة. فلا سبيل الى تحقق النية في القلب الا ان يكون الله والدار الآخرة هي فعلا مرادك الحقيقي. اذا تحقق هذا الامر فيك، وجدت سهولة وبساطة في استحضار النية. اما اذا كان الامر بعيد عنك، اما ان تكون بتخدع نفسك، أو سيكون الأمر يحتاج إلى كلفة ومشقة شديدة. ربنا يرزقنا الإخلاص. كلام مهم، انتظرونا. أعمال الإنسان إما هتكون طاعات أو معاصي أو مباحات، لا أجر ولا وزر. في الطاعة الموضوع بس مش مجرد إخلاصك في الطاعة، لا، في موضوع أكبر من كده. احنا بنتكلم في النية، إن أنت ممكن نفس الطاعة ديت بالنوايا تخليها حاجة كبيرة قوي. انا ممكن دلوقتي اخش المسجد، اول ما دخلت المسجد كنت متوضي في البيت، دخلت المسجد صليت ركعتين، ركعتين ليه؟ تحية مسجد. طب ممكن تضربها في اتنين، انوي تحية مسجد، وانوي
ان هي سنة وضوء، وانوي ان هي سنة مثلا الظهر القبلية لو انت كنت دخلت بتصلي الظهر، انوي كذا حاجة. فلما الانسان يعدد النوايا بيضاعف اجر العمل الصالح. فلذلك تعلم النوايا امر خطير، لان انت ممكن تعمل نفس العمل اللي بيعمله زميلك، انت تاخد درجة وياخد 100 درجة. ليه؟ انت نويت حاجة واحدة وهو نوى 100 حاجة. فينبغي الانسان يتعلم بننام ليه، تاكل ليه، ايه نيتي وانا بصلي، ايه نيتي وانا بتوضا، ايه نيتي وانا بزور اهلي، ايه نيتي وانا بذاكر، عشان تحول الاعمال دي الى مضاعفات مضاعفات. طيب المعصيه، هل ينفع ان انا انوي في المعصيه نيه خير فماشي يمكن ينفع اعمل معصيه؟ نقول لا، ما ينفعش ان انا المعصيه لا تتحول الى عمل صالح بالنيه ابدا، لان العلماء يقولون العمل الفاسد لا تصلحه النيه. ينفع حد يسرق وينتوي ان يتصدق على الفقراء من مال الاغنياء؟ طبعا لا. ينفع حد يسرق عشان ينتوي انه يخلي والدته تحج؟ طبعا لا. كذلك ما ينفعش اصافح امراه لا يحل لي ان اصافحها علشان أألف قلبها مثلا، علشان تحب الدعوة، علشان تحب الدين، نقول هذا لا يجوز. ما ينفعش ان انا احضر حاجات فيها منكرات وبتاع عشان الناس ما تقولش عليا متشدد، عشان الناس ما تقولش عليا، عشان الناس تحب الدين والتزام، نقول هذا لا يجوز. ما ينفعش المعصية تتحول لطاعة ابدا مهما نويت فيها. فالمعصية النية فيها ان تتركها لله، فاذا نويت نية صادقة ان تتركها لله تأخذ اجر من الله سبحانه وتعالى. المباحات دي بقى دي تجارة العلماء، لان دي اللي بيغفل عنها الناس. المباح تنوي فيه نية صالحة. بتنام ليه؟ بنام علشان اصلي الفجر. بتذاكر ليه؟ علشان ارضي والدي ووالدتي، علشان يفرحوا بيا. بتعمل مثلا اكلك بتاكل ليه؟ علشان اتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. تعدد النوايا في المباحات فتحول المباح الى عمل صالح. اقول لك بقى سر خطير في الاخر، انك تنوي الاعمال اللي انت مش قادر عليها. بمعنى انت فقير معكش مال، انوي لو كان لي مال كمال فلان لعملت مثل عملي. انت ضعيف مش قادر تعمل عمل اللي يحتاج قوة، تقول لو كان لي قوة كقوة فلان لعملت بمثل عملي. انت يعني مش عالم زي العالم الفلاني، تقول لو كان لي علم كعلم فلان لعملت بمثل عملي. فتأخذ كل الاجور ديت وانت قاعد في البيت. سبحان الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لذلك قال احد السلف لاخواني، دلوني على عمل لا ازال اعمل به الى يوم القيامة، يعني يفضل مستمر معايا. فقالوا انوي الخير، انوي الخير، فانك ما تزال تعمل طالما نويت الخير. فاحنا على طول انوي خير، انوي نيات، حتى ولو كان عمل مش في مقدورك انوي. انوي انك تحج السنة دي، انوي انك تعتمر السنة دي، انوي انك انت تقرأ كذا وكذا وتعمل كذا وكذا. فاذا يسر لك فالحمد لله، واذا لم ييسر اخذت الاجر وان لم تعمل بالعمل. فنسأل ان يعلمنا امر النية. نتكلم مرة جاية على الاخلاص بشكل اوسع. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم.